صباح الخير. صباح ليه مش الناوي؟ مفيش خالص. هو ايه اللي مفيش؟ مفيش غرف اللي زي حضرتك. يعني بص، انا هنصحك نصيحه، في 3 اوتيلات بره تحفه، ممكن اديك ارقامهم. يا بس انا حاجزه وعامله كونفرميشن. مش فاهم، قولي كونفرميشن تاني كده. كونفرميشن يا جمال، كونفرمك. وانا ازاي اكد لها كونفرميشن؟ كنت لسه ما شفتهاش. اما دي لو ما تعملتهاش كونفرميشن، مين هيكونفرمر له؟ ما شاء الله لوحه زيتيه واقفه معاه. مني لله. ما تقلقيش على نفسك، ده خير ما عملت. طيب بسم الله. هو حضرتك حاجزه دبل ولا تريبل؟ لا انا حاجزه سنجل. بسم الله، كمان حاجزه سنجل؟ سيبك منها. لك هي بتسال اسئله ساذجه. هو عين حضرتك لينسز ولا طبيعي؟ لا طبيعي. ما شاء الله، دي لو اتجوزت مستر فارس هيخلفوا اطفال اتش دي. لك نورانا. اتفضلي. ابعد اوضه في الاوتيل. لا انا عايزه اوضه قريبه. ها؟ معلش يا فندم، سؤال تاني بس. هو حضرتك من المجر ولا من المنصوره؟ نعم. يبقى من المنصوره، منورانا يا ست الكل. اتفضلي يا فندم، ادي كارت غرفه تاني. حضرتك هتمشي كده على طول يا فندم، بس عايز تمشي كده، عايز تمشي كده، الاوتيل كله بتاعك، اعمل اللي انت عايزاه. ميرسي. العفو، قولي ميرسي تاني كده يا فندم. انت كويس؟ يا قوة الله مارلين، بنروح على هند رستم على شوية سعاد حسني ضربوا في الخلاط، طلعوا حاجة أنا عمري ما شفتها قبل كده. تخيل كل الجمال ده وسنجل. اسبريسو سنجل؟ اسبريسو، اسبريسو ايه؟ طمنتني. هروح أجيب المأذون بقى عشان تلحق تورس يا معلم. ورس ايه؟ تنسيت؟ طبعا حقك تنسى. أنا نفسي نسيت إن أنا غلاب. غلاب مين؟ بنتني عليك. إن شاء الله هنورس. صباح الخير. يا ترى الشيزلون ده فاضي؟ نعم. فارس أنديل صاحب الأوتيل. أهلا. مبروك، كسبت معانا جائزة ملكة جمال الغردقة. إيه ده؟ محدش قال لي يعني إن في مسابقة. ما هو مفيش مسابقة، إحنا اخترناك على ذوقنا. قصدك على ذوقك؟ كنتش عارف إنك هتيجي معايا سكة كده بصراحة. نعم؟ لا انا قصدي احنا واضح ان احنا هنفهم بعض بسرعه يعني. والجايزه ايه بقى؟ بوسه. رحله. ودي هطلعها مع مين؟ معايا طبعا، واضحه قوي. معاك انت؟ ايوه. يا سلام، لازم تمدي حالي. بعدين يا فريده، مش وقته، مش شايفه. ما ينفعش، ده شغله ضروري. طالما مهم بقى لازم. طبعا يلا بينا، لازم نلحق الرحلة بسرعة. اوكي. ميرسي. مليون ونص عمولة المراس وعمولة الخاتم السوليتير والشبكة، يعني 1,700,000. يا رب يا كريم، فارس يتجوز وسدد ديوني وسدد ديوني يا رب. اتفضل. ايه ده؟ لا مؤاخذة، اتفضل. وايه دي؟ دي استقالتي. تاني يا مولانا؟ أنا زهقت خلاص يا بتر، أنا قربت أنسى المأذونية، أنا ما بقتش فاكر بيقولوا إيه بعد زوجيني نفسك، بلاش جواز، شوفي حتى فرد الطلاق. استقالتك مرفوضة، وإن شاء الله فارس بكرة هيتجوز. أنت بتتكلم بجد يا بتر؟ الحمد لله ربنا رزقنا ببنت ما اتجوزتش قبل كده، إزاي؟ أنا مش عارف. أنت تقصد ريم الشناوي؟ أنت عرفت منين؟ ده الناس هنا ما وراهاش سيرة غيرها. معذورين يا أخي. يا عيني يا فارس، ده مبسوط له فيها. طب افرض بقى بعد كل ده ما اتجوزهاش. هتجوزها انا، وانت هتكتب الكتاب، تمام؟ واضح ان انت بتحب المكان ده قوي في الاوتيل. فعلا، انا اخترته مخصوص عشان اقعد فيه مع الناس اللي هحبهم. طيب ليه بقى كنت عايزه نقعد لوحدنا؟ ايه؟ عشان اعترف لك. تعترف لي بايه؟ انا اسف. انت بتعمل كده ليه؟ في ايه؟ انا كدبت عليك. كدبت في ايه؟ هتسامحيني؟ يا اخي هسامحك، بس كدبت عليا في ايه؟ مفيش رحله، انا عملت كده مخصوص عشان استفرد بيك.
ياه، كل الفيلم العربي ده عشان تستفرد بيا؟ على فكرة الموضوع أبسط من كده بكتير، أنت ممكن تستفرد بيا عادي جدا. إيه ده؟ طيب أديك استفردت بيا أهو، قولي بقى كنت عايزني في إيه؟ تتجوزيني؟ بسرعة دي؟ لا مش بسرعة، احنا هنتخطب دلوقتي وبالليل نتجوز. يا شيخ اصل انا بصراحة ما بحبش اضيع وقت، الوقت كالسيف ان لم تقتله قتلك. والله طب من غير بقى لف ودوران وقولي بصراحة، انت ليه عايز تتجوزني بسرعة؟ عرفت هتعمل ايه؟ عيب عليكي وانا تلميذ شاطر. يلا نفس. مش لما نتفق الاول على ايه؟ أنا عايز 3000 جنيه أجيب مفرمة لحمة لماما في عيد الأم هدية. حاضر. الله يرحمها كانت بتحب الحواوشي قوي. لما ماما ميتة تطلب 3000 جنيه ليه؟ ما تتوهيش الموضوع، أنا هاخد 1000 ونص دلوقتي و1000 ونص بعد العملية. أنت وهي بتتوشوشوا في إيه؟ أدهم ما تفهمناش غلط. لا ما فهمكش غلط. 3 ثواني، 3 ثواني عليك بره الأوضة فوراً. على فكرة أنا فاهم كويس قوي أنت عايزة تعملي إيه ومش هينفع، عشان فارس عمره ما هيضيع عروسة زي ريم دي من ساعة ما دخلت الأوتيل وهي موقفة على رجلي. لا ما تبصليش كده. مش أنا عمري أبص لواحدة. أنا الحمد لله بحب واحدة وعينيا مليانة وعينيها زي القمر وتحفة وبموت فيها، ولا مليون ريم ولا مليون ريم يخلوني إن أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فدخلت أنت من ساعة عيني مليانة. عيني مليانة؟ أيوة. اتفضل بره. ايه ليه ده؟ انا اجيب لك ليمون عشان دمك اللي اتحرق. انت مالك؟ انت دمي يتحرق ولا ما يتحرقش؟ انت مامتي. احنا صحاب. صحاب من امتى؟ صحاب من امتى؟ بص ما انا بقول لك ايه؟ نعم. سي تري تاسي. ايه؟ تري تاسي. انت كداب، ده مش فرنساوي وانت بتهري. نو 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 جي بارلي فرونسي بيان. جو نو نو نو؟ هو انت هتعمل لي بوزك بقى ارز بطاطا؟ خلاص بتتكلم فرنساوي؟ طب سخت ايه؟ ايه؟ انا اسف انا بتكلم غلط. اتفضل اطلع بره. الوازو؟ لا تعالى تعالى. ايه؟ لا بقى، اصل انت ثقتك في نفسك دي هتشككني انا في نفسي. الوازو ده بيرمي ايه؟ امبيزو؟ امبيزو؟ اطلع بره! اطلع بره! وانا بقول له اوتيل مديون من شويه، ما هو لازم يبقى مديون ومتنيل على عينه. الوازو امبيزو! يا رب يا رب يا تتوب عليا من الشغل من هنا، يا تتوب عليا من حبها يا رب. يا سلام يا مستر غلاب. مستر غلاب، الواحد فخور جدا جدا انه اتعرف على شخصيه زيك في مصر. الله، ده انا طلعت متصايت عندكم في الصين بقى. لا ابدا، ما حدش يعرفك لا في الصين ولا في مصر، بس هو كلام بيتقال. والله دمك خفيف، على قد ما انت صيني صيني الا انك في كلامحه كده من الدويقه مخرفش يعني. شكرا شكرا على الخرفشه. مستر غلاب، انا جاي مصر هنا اعمل بزنس، اعمال كتيره، اعمال كبيره. أنا عندي بضاعة في الصين ممكن أديها لك برخص التراب، وأنت تبيعها هنا برضه برخص التراب. بضاعة؟ بضاعة إيه دي؟ عندنا كحك العيد. يا ولاد اللعيبة، أنت وصلت لكحك العيد؟ أمال؟ عندنا كحكة ب3 دولار ممكن أنت تبيعها ب5 دولار، وعندنا كحكة تانية ب7 دولار ممكن تبيعها ب12 15 دولار. طب ايه الفرق من ابو 3 دولار وابو 7 دولار؟ مستر غلاب، الفرق في السمنه البلدي. كمان فاهمين في السمنه البلدي؟ لا ده انتوا معديين بقى، انتوا عديتوا جامد. وقريب 5 دولاركم. كمان؟ لا 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 يا جماعه، كفايه نبش في قبور الفلكلور بتاعتنا بقى، ارحمونا. بمناسبه الفلكلور، عندنا برضو منتج اخر، الحصان الهلاوه. يا هلاوه، ده انت ناقص تقول لي ان كنتوا شغالين على عاشوره. مستر غلاب، انت تقرا افكاري. العاشوره تحت التجربه. يا سبحان والله العظيم فكرت فيها قبل ما تقول لي، شفت؟ واسمح لي مستر غلاب ان اعرفك على المنتج الجديد بتاعنا، الا وهو البصاره. بصاره؟ بالتكليه. بالتكليه؟ والله العظيم جوعتني، انت ابهرتني. يعني انت عايز تتجوزني عشان خاطر الميراث؟ بصراحه في الاول لكن بعد ما شفت العينين الحلوين دول والجمال ده قلت يغور الميراث في 60 داهية. لا يغور ليه؟ احنا هنحتاجه جدا بعد الجواز. ايه ده؟ يعني انت موافقه؟ موافقه، بس عندي شروط. شروطي زي ما انت عارفه، لما قلتيش عندك شروط كنت هقول لك شروطي. اولا مالكش دعوه باي حاجه عملتها قبل الجواز. حقك طبعا، امال ايه؟ ثانيا مالكش دعوه باي حاجه هعملها بعد الجواز. حقك. نعم يا اختي. ايه انت مش بتثق فيا ولا ايه؟
بس هو انا اعرفك حاجه زي ايه؟ يعني مثلا بكلم مين في التليفون؟ مالكش دعوه. خارجه بالليل ولا لا؟ مالكش دعوه. هتاخر في الخروجه ولا مش هتاخر؟ مالكش دعوه. هبات في البيت ولا هبات بره البيت؟ مالكش دعوه. يعني طب على الاقل اعرف يعني انت بايته مع مين؟ بايته فين؟ ليه؟ هو انت هتتجوزني ولا هتراقبني؟ انت عايزاني ابقى مفكر يعني، افكر دايما فيكي يعني، صح؟ يا شقية. بص يا مستر شنكل، انا قررت يعني اخد منك 50,000 علبة من ام 3 دولار. تمام. وهاخد منك 60,000 علبة من ابو 7 دولار. كويس. اما بالنسبة لحصان الهلاوة بقى 20,000 حتة. طب والبصارة؟ لا، البصارة دي هنعمل بيها تبادل تجاري. انت تجيب لي حصان هلاوة ابعت لك بصارة. يا حلاوة يا حلاوة، طالما وصلت للحلاوة اذا احنا متفقين. طيب دلوقتي انا هديك رقم الحساب بتاعي وانت تحول لي الفلوس بمعرفتك. لا اصبر شويه بس لما تجيلي فلوس كده واحول لك ثمن البضاعه كلها. مش فاهم مستر غلاب، انت كحيان معكش فلوس ولا ايه؟ ايه الكلام ده؟ لا انا بس لسه مستني اجوز فارس يورث يديني عمولتي. ومتى سيتزوج هذا الفارس؟ لا ان شاء الله انا بحاول اجيب له عروسه، بس هو حكايته مع قرابه حبتين. بس انا مطمن وحاسس كده انها تطلع في العالي ومتفائل بوشك الصبوح الحلو ده. والميه هتطلع في العالي الى انهي مسافه؟ اي مين هيورث قد ايه؟ 30 مليون. 30 مليون؟ لا ده مخصوم منها العموله بتاعتي. واخصم منها العموله بتاعتي. عموله ايه يا مستر شنكل؟ من حضر القسم فليغتسم. تصدق تعجبني؟ صيني صيني. ما تقعدش تقولي بقى اللبس ده عريان قوي، الميك اب ده اوفر قوي، ريحه بقك عامله كده ليه والكلام ده. ما تعرفيش القبله منين؟ نعم. اصلا انا خايف العصر يجي على الظهر. انت عايز تفهمني بقى ان انت راجل محافظ وملتزم وان احنا مش هينفع مع بعض وكده، صح؟ لا لا، اصلا عايز اقول لك الراجل الشرقي. ايه الراجل الشرقي بقى؟ نفس الكلمه اللي كان بيقولها لي هيثم. هيثم؟ هيثم مين؟ هيثم خطيب الاولاني. كان بطل الجمهورية في الملاكمة وزن الريشة. هو انت كنت وزن ايه؟ وزن الريشة. هو انت كنت مخطوبة؟ كنت مخطوبة، فسخت خطوبتي من 3 سنين. اكيد. قصدي ليه؟ مش عارفة، زعل مني جدا عشان بوست واحد صاحبي. لا لا ملوش حق بقى بجد. مع انها كانت بوسة اخوية والله. ما قلتلوش ليه انها اخوية؟ لا ما هو ما فسخش الخطوبة عشان السبب ده، يعني هو فسخ الخطوبة عشان سبب تاني. شفتي بقى؟ بس هو زعل ان انا بيت عند واحدة صاحبتي وجوزها في البيت. ودي فيها ايه بقى؟ عادي جدا. لا اصل صاحبتي اضطرت تمشي فجأة تسافر لمامتها. فجأة، انت قلتي فجأة اهو. طيب خلاص فجأة. قام هيثم طب علينا في البيت واحنا الاثنين لوحدنا. انت ومين؟ انا وجوزها. كنتوا بتعملوا ايه؟ كنا نايمين. لا طالما نايمين عادي يعني. هيثم ده بلدي، بلدي، بلدي قوي. هو كان خانق قوي بصراحة. بصراحة. الحمد لله انك سبتيه يا شيخ. قولي بقى هنتجوز امتى؟ مين؟ احنا. لا بص انا رايي بقى الوقت قدامنا كبير جدا، العجله مش شيطان. تغيرت رايي؟ لا لا لا، بس انا محتاج اعمل عمليه مهمه جدا قبل الجواز، يعني عايز اشيل النخوه من جوه من جنب الكلى كده، واظبط نفسي واركب حاجات، اجهز يعني، عايز اجهز لك عشان نليق على بعض يعني. استغفر الله العظيم، أول مرة أتجسس في حياتي. بعت نفسك بكام يا سعيد؟ مش هعمل كده تاني. شوية صور يا سعيد حكاية، بس هو الواحد ضميره منقص عليه شوية حاجتين. تعالى هنا، أنت كنت بتصورني لحساب مين؟ أنسة فريدة حسين محمود أحمد الشرباجي من وظيفة الاستقبال في الريسبشن. طب اديني الموبايل، كنت بتصور بيه. اسكتي، مش وقع مني كسر 100 حتة. والله طب ماشي، أنا هقول لفارس تطردكم أنتوا الاتنين. اتفضلي الموبايل أهو. قرف. الموبايل ده بقى
بتاعك ولا بتاعها؟ لا موبايلها طبعا، الموبايل انا عليه اقساط، لو حضرتك حابه تسامي باي قسط يبقى كتر خيرك. ماشي. طب ثانيه واحده بس، هقول لها ايه لما تسالني على الموبايل؟ قول لها وقع كسر 100 حته. فعلا الحرام عمره ما بيدوم، سامحني يا رب. ايه؟ نقول مبروك. مبروك على ايه يا عم؟ هو انا بتاع الكلام ده؟ ايه عشان متحرره شويه يعني؟ متحرره شويه؟ دي متحرره على الاخر. احنا قلنا مفيش حد خالي من العيوب. اه بس العيب ده بقى مش هيركب معايا. مش فاهمك يا اخي. انت عايز ايه اكتر من انك تتجوز واحده حلوه تورث لك شويه ملايين؟ يعني الخضره والمال والوجه الحسن. اه بس النوع ده ما يمشيش معايا. دي لو جات لي متاخره بالليل هقول لها ارجعي مطرح ما جيتي. حلو. يبقى كده هتشكمها. اشكمها ايه؟ هو انا هتجوز ولا اشكم؟ ذمتك الجواز يا حلاوه من غير شكمه برضه يا فارس. لا يا اخويا، هات لي واحده مشكومه جاهزه. لا يا حبيبي خلاص، الصنف ده انقرب من زمان، زمان قوي. استغفر الله العظيم، هو يا اما الميراث يا اما ابقى بلص. الحمد لله. ايه وصلت لهم؟ ايوه وصلت لهم، طبعا. يعني زي ما توقعت. واكتر كمان. صورتهم؟ شوية صور، لو شفتيها هتاكلي عينك وراها. انتوا ما انا بقول لك لو شفتيها بقى. يعني ايه؟ يعني شدي حيلك يا فريدة. الموبايل الله يرحمه. يخرب بيتك، الله يرحمه ايه؟ الموبايل فين؟ انا هقول لك اهو، وانا واقف مندمج وبصورهم ومادد ايدي كده. اه. عيل جري بموتوسيكل، خد الموبايل وجري. موتوسيكل؟ انت بتشتغلني يالا؟ مفيش موتوسيكلات هنا. مش بشتغلك. في موتوسيكلات بس انا ما سبتوش، فضلت اجري وراه اجري وراه وسبتهم خالص وما لحقتوش. بعدين؟ وبعدين ما سكتش، رحت عملت بلاغ في القسم. وقالوا لك ان شاء الله؟ قالوا لي اطمن يا استاذ سعيد. استاذ؟ والله اتبسطت قوي ان قالوا لي يا استاذ، اول مره حد يحترمني. طب اخلص. حاضر حاضر، هقول لك هقول لك اهو. ايه اللي حصل؟ قالوا لي تعالى كمان شهر يا استاذ سعيد وان شاء الله تلاقي التليفون. يعني ايه؟ انا عايزه موبايل. ما انا هروح كمان شهر، بس يا رب الواد اللي سرقه ما يكونش مسح الصور من عليه، ده لو لقوه اصلا. انا مش هستنى شهر، الموبايل ده يجي لي النهارده باي شكل، انت فاهم ولا لا؟ الموبايل ضاع يا فريده. ضاع مين؟ ولا خد يلا. يا اهلا وسهلا. انت البيلمان؟ ايوه. يعني مش شايف نجار الشنطه؟ يعني حضرتك شايلها فوق راسك، انت جاررها. انت هتستغفر. فين الريسبشن؟ ما هو قدام حضرتك، انت بتسال كتير ليه؟ يلا قدامي. حاضر اتفضل. قدامي اتفضل. فين الريسبشن؟ اهو يا فندم والله. اهو ايه ده؟ ما شاء الله يا فندم، حضرتك شبه المصارع اللي هو ساعات بيبقى ستون كولد ستيف اوستن ساعات بيبقى جولدبرج بتاع حضرتك. واحدة تانية من دي ممكن الأوتيل كله يقع فيه. أنا عاوز أوضة. تمام يا فندم، في حجز؟ مفيش حجز، وما تقوليش مفيش أوضة. يا فندم لو مفيش أوضة إحنا نبني لك أوضة فوراً على البحر، إيه إحنا هنهرج؟ أستاذ حضرتك بس يا فندم، ممكن البطاقة ولا فيها قلة ذوق مني؟ ده مش قلة ذوق وبس، ده قلة أدب منك كمان يا بيه، أنا جسمي بتاع. يا فندم بس جسم حضرتك مش هيخش معايا في مكنة التصوير. أنت هتستظرف ولا إيه؟ ما أقصدش سعادتك، طب ممكن بس اسم حضرتك؟ هيثم. هيثم. هيثم إيه يا فندم؟ هيثم وبس. هيثم وبس، تمام. مش عايزك تتعصب، لما تتعصب الترابيز هتقفش مش هنعرف نلعب رفرف. انجز. وانت المدرب بتاعي؟ الانسه دي نازله عندكم؟ اه دي ريم. انت تعرفها؟ هو في حد ما يعرفهاش؟ دي من ساعه ما جت وهي موقفه الاوتيل كله على رجل. رجل؟ لا يا راجل. صاروخ ارض جو. اول حاجه حضرتك، انا لولا ان انا احب البنت اللي جوه اللي اسمها فريده كنت اتجوزتها. اتجوزت مين؟ حضرتك كده بتقرص على الباي ممكن يحصل لنا مزح. هو انت المدرب بتاعي؟ عليك امان يا فندم. انجز. ايه يا فندم؟ والبيت ده كمان نازل عندكم؟ ايه ده؟ وانت مصور الفندق كله ولا ايه؟ انجز. البيت ده هيبقى مين؟ ده مستر فارس صاحب الاوتيل. الاقيه فين دلوقتي؟ ايه مع ريم بيخلصوا تفاصيل الجواز. جواز؟ او طلاق حضرتك. انا حضرتك معصب نفسك، حضرتك معصب نفسك يا فندم، وانا ما رحبتش بيك الترحيب اللي يوافق بحضرتك. اتفضل يا فندم، اتفضل ادي ويلكم درينك. اه سوري. ايه ده؟ سوري يا فندم، اتفضل ويلكم درينك. اجيب طبق كاجو ولا ايه؟ ماشي يا عم هيثم. 37 ميس كول على الموبايل بتاع البت بتاعت الريسبشن. طبعا هتموت وتعرف مين اللي بعت لك صوري انا وفارس.
حلو ده. ايوه فارس. ايوه ريم، انا كنت عايز اقعد معاكي شويه، ولو مش عايزه بلاش. لا خالص، انا كمان عايزه اشوفك واقعد معاك. طيب تحبي نتقابل فين؟ بقولك ايه، ممكن نتقابل في اوضتي؟ اوضتك؟ اه، اصل انا تعبانه قوي من ساعه ما صحيت الصبح ومش قادره اخرج من الاوضه. هقابلك كمان 10 دقايق في اوضتي، ما تتاخرش. اوكي باي. على فكره انا استثني سعادتك من 10% عربون اللي باخدهم مقدما من التبس، وده مش عشان مديت ايدك عليا في اللوبي، لا ده عشان حضرتك تحوشهم لي وتدوني المبلغ كله على بعضه وانت خارج. ولسه قدامنا كتير على الاوضه. هانت يا فندم، هانت. اتفضل اتفضل يا فندم. انا اسف انا اسف، لا مؤاخذه، معلش. اتفضل. عايزين نروح لها الاوضه. عادي، ما هي في حكم مراتك. لسه ما بقتش، انت مش قلت لي اشكمها الاول؟ ايوه، انت اول ما تخش تروح ماسك شعرها لف على قديك وخبيتها في الكوموديو دب 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 كده. ها فرصه ان كنت لوحديك، بتقول لك بقى احرجتني قدام الناس، هزقتني والجو العبيط بتاع الحريم ده. طب ما تيجي معايا بصفتك المحامي بتاعي. يا ابني انت رايح تتجوز ولا ترفع قضيه؟ غريبه ان عمري ما كسبت في لعبه البس دي. نفسي اكسب مره واحده بس 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 مره واحده بس في هذه اللعبه. الحمد لله كسبت. قول لي يا كابتن. كابتن، ياه فكرتني بايام زمان، بايام ما كنت بأداعب الكره وكانها عروس مطلقه. طب قول لي يا بطل وينجز، شفت البت دي النهارده؟ دي ريم. هي مشهوره هنا قوي كده؟ كلام في سرك، من ساعه ما جت الاوتيل وهي موقفه الاوتيل كله على القدم، اي على رجلي يعني. انا نفسي اشوف الرجل دي. نعم. شفتها النهارده ولا لا؟ هي هتجيلي لحد عندي برجليها. اشمعنى يا خفيف؟ اصل انا المأذون اللي هجوزها على مستر فارس صاحب الاوتيل. الله، يا سلام، انت اللي هتجوزهم؟ لايقين على بعض قوي، تقولش عصفورين حصاوي وهيتحطوا في قفص واحد. ده انا اللي هحطك جوه القفص وهتبقى اخر جوازه في عمرك لو الجوازه دي تمت. عمري عمري، المهم انها تتم. على فين يا كوتش؟ ايه ده؟ ده انت قاطرني بقى. تعالى بس، امال اسيبك تبوظ اللي احنا عملناه. لا هبص بقى يا متر، ما ينفعش ادخل لها الاوضه. انا عارف تخاف من ايه، لكن اخلاقك وتربيتك تمنعك تعمل اي كخ. بس تربيتها هي مش هتمنعها. يا سيدي ما قلت لكش كومها، هد دماغها كده في الكومودين ودب دب 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 وخلاص. يا استاذ غلاب، يا استاذ غلاب، دي بتقول لي لو بيضت بره ما تقوليش انا جايه منين ولا كنت بايته فين. لو بايته بره رجلك على رجلها، بايته عند زميل معاها. يا راجل. طبعا. ايه ده، دي الدنيا اتغيرت قوي. طبعا. طب ومين اللي هينام في النص؟ عادي، مش انت جوزها؟ هي انت واحد يعني. تعالى بس تعالى. طب بص انت بقى وقف لي بره لغايه ما اخلص. نعم افندم. اهو شفت، اذا كنت انت خايف ان انت تقف بره، امال انا هعمل ايه بقى لما ادخل جوه؟ لا بره شكلها وحش، جوه انت واخلاقك بقى. طب يا متر عشان خاطر العموله يعني خليك واقف. اذا كان على العموله يعني خلاص، انت اخويا وصاحبي يعني، هقف وامري لله. بص هقول لك على حاجه، فاكر فيلم اسماعيل ياسين؟ طبعا. اول ما اقول لك يا جزر كده اهو، انت تخش لي على طول. جزر ايه وبتاع ايه؟ انت خايف منها كده ليه؟ امال بعد الجواز هتعمل ايه؟ يا عم يا رب ما اتجوزها اصلا. يلا يا عم ما تضيعش وقت، يلا اتكل على الله كده، سمي كده برجلك اليمين. يلا اسمي؟ سمي. اه انا هنا، ما تقلقش انا موجود. تمام انت تمام يا متر. ربنا يقويك. مين؟ انا فارس. تعالى يا فارس، الباب مفتوح. ايه ده؟ وكمان فتح الباب؟ يا رب يا ساتر. يا فارس تعالى. انا جاي يا حاج اهو. انت في السرير؟ تعبانه قوي. تعبانه؟ لحظه واحده اجيب لك دكتور. ايه ده؟ ومش هتغير عليا من الدكتور اللي هيكشف عليا؟ هو انت تعبانه قوي كده؟ تعبانه قوي، بص حتى سخنه. انا كده انا لحظه، لا لا بلاش، انا كده هتعبك. لا وبلاش الضحكه دي كمان، لا لا بلاش بلاش بلاش. ايه يا فارس؟ اصل غلاب واقف بره. ثانيه واحده بقى، ما اصل غلاب انا بعرفش. انا جاي بصراحه عشان اشكو، عشان نتفق على تفاصيل الجواز.
طب طالما هنتكلم في الجواز تعالى اقعد. بصراحة قعدة السرير دي يعني هنقعد على السرير؟ ولا هنقعد فين؟ السرير يعني قعدة السرير دي تعالى اقول لك على حاجة. الواد اللي تحت بيعمل كابتشينو يجنن. تعالي تعالي هاخدك تحت. بص مش هتعرفي تنزلي صح؟ ازقك على الترولي. يلا تعالى. وهون عليك. لا ما تهونيش. جزر جزر. هو انت عايز تشرب عصير جزر؟ لا يا نسون بقى. لو سمحت. لو سمحتك انت. تحت امرك يا فندم. تعرف البنت دي؟ دي ريم. ريم انت كمان تعرفها؟ كلام في سرك يعني؟ هي من ساعه ما جت امبارح وهي موقفه الاوتيل كله على رجل. لا اله الا الله. وحضرتك كنت معانا ولا ايه؟ طب فين اوضتها؟ هي دي. هي دي اوضتها؟ شكرا. لا 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 بسم الله ما شاء الله. لا معلش يعني ما ينفعش تخشيها دلوقتي، معاها خطيبها. معاها خطيبها؟ لا شوف الفجر هي اللي صممت تجيب اوضتها. لا وهو محظوظ ابن المحظوظه. سيدي يا سيدي. وانت واقف هنا بتعمل ايه؟ لا ما هو ما عرفش يتصرف من غيري. قال لما احتاج لك هنديها لك. كمان. والله انت راجل عسليه. اوي اوي الجو بقى حر قوي. ثانيه واحده ثانيه واحده. انا هقلع لوحدي. السخونيه دي جايه من مين؟ جايه مني انا. بص كده انا سخنه ازاي؟ انت مش سخنه خالص. يمكن جسمي مش سخن بس قلبي هو اللي سخن. اصل انا من ساعه ما شفتك. يا نهار اسود وكمان في السرير. هيثم. هيثم مين؟ هيثم؟ هيثم اللي كان خطيبي. وزن الريشه؟ باين عليه خس خالص. ايه كنت فاكراني مش عارف اوصل لك؟ ممكن اعرف انتوا بتعملوا ايه في السرير؟ انت عايز مني ايه؟ انت مش فسخت خطوبتك معايا خلاص؟ انت عايز منها ايه؟ انت مش فسخت خطوبتك معاها خلاص؟ يعني انا اسيبك عشان تتجوزي بقى في ده؟ لا 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 بص كله الا الغلط. انت ضيفي والاوتيل ده بتاعي. حضرتك تحب تشرب ايه؟ ثانيه واحده. ارجع بابا. انت فاكره خايف منك؟ على فكره ده ممكن يدغدغك يا شيخه. انت هتجوزي جزر جزر يا بيبي. ما هو انت لازم تفهمه ان احنا خلاص هنتجوز. هتتجوزه؟ لا لا فكره، مجرد فكره بس غير قابله للتنفيذ. انت هتعمل ايه؟ يعني الصور دي مش فوتوشوب؟ لا مش فوتوشوب. لا فوتوشوب. فوتوشوب باينه قوي. انت بتصوريني من ورايا؟ وفيها ايه؟ ما احنا خلاص هنتجوز. انت بتسكتي خالص خالص يا جزر جزر. كمان هتتجوزه؟ طيب انا هقطعه لك 600,000 حته عشان اشوف هتتجوز انهي حته فيه. كابتن هيثم لحظه واحده لحظه واحده. اضرب يمين بلاش شمال. هو في ايه؟ انستينا يا استاذه ريم. دي فاتوره التبس بتاعتي من ساعه ما جيت لغايه دلوقتي. احسن برضو. طب ممكن بعد اذنك تديني موبايل البنت الغلبانه اللي اسمها فريده؟ مالكش دعوه بالموضوع ده. حاضر. ريم هيثم اعمل نفسك مش سامع. لا ما اقدرش. ريم تقيل قوي. نعم عايز ايه؟ يعني كنت سايباني وماشيه من غيري؟ ما تقلقش هي ماشيه معايا اطمن. مالكش دعوه انت. انت ايه؟ عايز تصور قتيل؟ مش كفايه الاثنين اللي ضربتهم؟ انا سالت والحمد لله عرفت ان هم لسه عايشين. ليه يا شيخ؟ كنت عايزاني اعمل ايه؟ اشوفه معاكم في الاوضه واسكت؟ على فكره بقى انا اللي قلت له يجي اوضتي لما عرفت ان انت هنا عشان ابطلك الغيره المقرفه دي. معلش يا استاذ هيثم. قلت لك مالكش دعوه انت. طب والصور اللي جات لي على الموبايل؟ انا اللي بعتها وبعتها من موبايل البت المجنونه اللي بتحبه بتاعت الريسبشن. اجمد بقى يا استاذ هيثم، ما تخلينيش اعيط انا كمان. قلت لك مالكش دعوه انت. حاضر. خلاص يا سوري. انا اسف. اوعى كده انا زعلانه منك. خلاص بقى قلت لك سوري. طب والله شكلكم اتصالحتوا وهنفرح بيكم قريب. اوعى تنسى تعزمني على الفرح. مالكش دعوه انت. حاضر. Thank you.
في البحر سمكة سمكة بتزق سمكة سمكة عالشطي عالشطو عالشطة. هي على دي بتنفي ولا بتكسر يا جدعان؟ ما علينا يا عم شونج، أنا قلب عليك الدنيا من الصبح يا عم شونج. لماذا؟ لماذا؟ العلوان اللي انت اديتهولي دوت محدش عايز يصرفه. بالطبع لن يصرفه لك أحد لأنك تقول اسمه غلط. اسمه إيوان ليس علوانا يا مغفل. علوان إيوان مالي؟ انت بتعمل ايه؟ بصطاده سمكا. انت بتصطاد سمك في البسين؟ أجل، والغريب لم تطلع أي سمكة حتى الآن. وانتوا عندكم في الصين بتصطادوا السمك في البسين؟ نحن في الصين عندنا أي حاجة في أي حاجة، السمك على البيوت وعلى الأشجار ويتساقط في الأمطار. الله، طب بقول لك ايه؟ ما تاخد بقى الإيوان بتاعك دوت وتديني حقي بالمصري. حقك بالمصري؟ آه. أنا لا أملك نقودا مصرية، ولكن سأعطيك هدية. امسك هذا الفانوس حتى تقول حلو يا حلو. ايه يا عم شونج وانا مسحراتي؟ دعك من الفانوس الان واخبرني عن صحه صاحب الفندق. لسه مفشفش من ساعه العلقه اللي خدها من خطيب خطيبته. ولماذا لا تحضره له عروسا ليست مخطوبه؟ والله بقى احنا متكلين عليك وعايزينك تجيب له عروسه صيني. والله فكره. ساحضر له عروسا ببطاريتين قلم. الف شكر وتشكر قوي على الفانوس ده يا عم شونج. العفو، اذهب الى الجحيم. ولكن قبل أن تذهب إلى الجحيم أعطيني الفانوس، هذه عينة وإذا عجبك سأجيب لك الفانوس. هات. تفضل عم شونك. والله يا قمر إيه ده؟ جميلة الجميلات. مرسي سندريلا. مرسي شبه نجوم السماء. إيه ده كمولانا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه في يا مولانا؟ صلي على النبي كده، امسك نفسك شويه. انا عايز اعرف انت بتعيط ليه دلوقتي؟ دي جموع الفرح. انا مش هصدق ان انا اكتب كتب كتاب دلوقتي. يا جماعه هو اول حاجه بكتبها ايه؟ نسيت معلش. انا بهزر. ايوه افتكرت. مبسوط كده؟ اهي طارت منك. كويس انك عرفت تتكلم. انا قلت له اضرب يمين. اضرب في النص. انا عارف اتكلم مش عارف اقف. ما احنا عندنا دكتور عليك في الاوتيل ده كان عالجنا احنا الاثنين. لا انت بتلقح. لا بقول لك ايه، ما اسمحلكش تلقح عليا بالكلام. انت فاهم يا ساتر؟ ايه بيتر اللي عدت على وشك وانت كمان مستر غلاب؟ مين اللي عمل كده؟ مين ده الهضبه العملاقه؟ لو سمحت انت اللي عملت فيهم كده. بقول لحضرتك ايه، مش اي هياكل بتتاكل، اوعى تتعامل معانا كده يا ابني. انت في حد كلمك؟ انت بتستعبط. لا يا فندم، ده انا بس بقولك من باب الاحتياط. ما اسمعش صوتك. حاضر حاولت اهده مرضيش. انتوا واقفين عندكم بتعملوا ايه؟ لا يا كابتن ولا حاجه، حضرتك قال لنا انك انت عايزنا يعني. طب يلا تعالوا عشان تشهدوا. ايه رايك يا كابتن بقى؟ الرحمه حلوه. هات ايش بقى، نشهد بقى وخلاص. هجبات بره وهتمرمطوا وراها. اصبر ومش هتقول له بيتها فين؟ طبعا. اهو بقى عشان الزغروطه الحلوه دي اتفضلي الموبايل بتاعك. حاجه؟ اي خدمه تانية يا كابتن؟ لا شكرا خلاص. يعني معلش يا كابتن، يعني كان طلب رفاقه كده يعني، بس لو 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 حضرتك شفت لنا عروسه كده مستر فارس، دينا الشهر دايخين على العروسه والله. يعني لو اختها موجوده. ماشي يا سيدي. أو من اتجوز أنا وريم إن شاء الله نخلف له بنوت على قده ويبقى يتجوزها.